اهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدا فيلمنا مع دارسي وفيكتور، وبنشوف دارسي وهو شايل طفل صغير وبيقول لصاحبه فيكتور انه مبسوط جدا انه عنده طفل بالرغم انه ما كانش بيحب الاطفال ولا كان عايز يخلف. وبعدها بتيجي مراته فبتاخد منه الطفل الصغير وبيكمل دارسي كلامه، لكن بيقطعه تليفون بيطلب منه انه ينزل يقابله. وبعدها بيروح مخزن بيلاقي فيه جثه واحد اسمه بول، وبعدها بيوصل شخص اسمه انفولس وبيبقى باين عليه الغضب بسبب ان بول اتقتل. وبنلاقي في ايده ورقه مكتوب عليها 719 وانت عارف، وبيكون اللي قتل بول حاطط جزء من صوره في بقه. ولما بيفتح انفولس الشنطه اللي كانت مع بول بيلاقي ان اللي قتل بول معلم على صوره انفولس، وبيكون نص الصوره التاني موجود، وبتكون برضه صوره بول، وبيكون في ظهر كل صوره الرقم 7. وهنا بيقول انفولس انه عرف مين اللي عمل كده، وبيتحركوا كلهم لحد ما بيوصلوا المكان وبيكسروا الباب، وبيبقى موجود واحد اسمه هاري وبيسالوا انفولس عن اللي قتل بول ومعنى رقم 719. بيقول له هاري انه ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيتكلم عليها، فبيطلع انفولس مسدسه وبيضرب عليه نار وبيقتله. وبيبدا الاشتباك بين رجاله انفولس ورجاله هاري الموجودين في المكان، وبيتقتل ناس كتير، لكن بيقدر انفولس وفيكتور والعصابه بتاعتهم يقتلوا كل اللي موجودين في المكان. وبيرجع فيكتور للبيت وبنشوفه واقف قدام جارته الجديده وبيكون اسمها باتريس، وبنلاقي بعدها باتريس وهي واقفه بتعيط قدام المرايه لانها عندها جروح كتير ووشها متشوه، وبنعرف ان عندها اكتئاب بسبب اللي حصل في وشها. وبنعرف ان باتريس بعتت جواب لجارها فيكتور عن طريق البريد، وبتبقى بترحب بيه وبتعرفه على نفسها، وكمان بتسيب رقم تليفونها لفيكتور فبيتصل بيها، وبيفضلوا يتكلموا وتعرفوا على بعض وبيحدد ميعاد يتقابلوا فيه. وتاني يوم بيتقابلوا في المطعم اللي حددوه، وبتفضل باتريس تتكلم مع فيكتور وتسأله عن كل حاجة في حياته، وبيكون باين على فيكتور انه مبسوط بالكلام، وبتسأله عن شغله لكن بيسكت ومش بيرد. وبعدها بيتوه في الكلام وبيقول لها انه سمسار. بعدها بيسألها فيكتور عن حياته وشغلها، فبتقول له انها كانت دكتور التجميل قبل ما تعمل حادثه، وبيفضلوا يتكلموا. وبعدها بيوصلها فيكتور لحد البيت، وبنشوف باتريس وهي بتقول لفيكتور انه وافق ينزل يقابلها علشان يتاكد اذا كانت شافته وهو بيقتل واحد في بيته، وكمان بتوريه فيديو وهو بيقتل الشخص ده، وبيبان على فيكتور الخوف لكنها بتقول له ما تخافش محدش هيعرف اي حاجه. وبنشوف واحد واقف في شباك بيته، وبيكون هو ده اللي خبط باتريس بالعربيه وعمل في وشها كده بسبب انه كان سكران. وبتطلب باتريس من فيكتور انه يقتل الشخص ده او هتبلغ عن فيكتور، فبيتعصب جدا فيكتور وبيهددها انه هيقتلها، وبيضرب طلقه من مسدسه لكنها بتيجي في ازاز العربيه، وبيهرب فيكتور وباتريس بسرعه قبل ما حد يجي. وبتحاول باتريس تقنع فيكتور انه يقتل الشخص اللي صابها لكنه بيبقى رافض، وفجاه بتشد الفرامل وبتوقف العربيه وبتقول له يا تقتلني انا يا تقتله هو او هبلغ عنك. وبيكون فيكتور محتار ومش عارف يعمل ايه، وبيرجع البيت وبيفضل يتفرج على فيديوهات لبنته ومراته. وبعدها بينزل فيكتور علشان يراقب عصابة، وبنعرف ان زعيم العصابة اسمه إيلر، وبيكون بيدور على اخوه لانه اختفى من فترة. وبعدها بيمشي فيكتور وبيروح لمكان وبيبقى فيه شخص مخطوف في المكان ده، وبنعرف انه اخو إيلر، وبيكون فيكتور هو اللي خطفه. وفي الوقت ده بتكون باتريس راجع البيت، وبنشوف الاطفال وهم بيتنمروا عليها وخايفين من شكلها. وهنا بيروح لها فيكتور وبيقول لها ان موافق يقتل الشخص اللي خبطها بالعربية. وبيرجع فيكتور للبيت وبنشوف انه بيراقب تليفون انفولس وعصابته، وبيسمع مكالمة جاية لانفولس، وبيكون اللي بيكلمه اسم لون، وبيلوم لون انه قتل هاري ورجالته، وبيتفقوا انهم يتقابلوا. وفعلا بينزل انفولس علشان يقابل لون، وبيكون فيكتور بيجهز السلاح بتاعه وبيأمن انفولس. وبعدها بيكلمه دارسي وبيقول له ان هاري وعصابته مش هم اللي قتلوا بول. وفي الوقت ده بيكون لون معاه نص الرساله اللي موجوده مع انفولس وبيكملوها، وبيبقى مكتوب فيها 719 وانت عارف انه مش 7. وهنا بيعرف انفولس لون ان مع الرساله دي مفتاح، وبتيجي رساله لون مكتوب فيها لازم تتحرك حالا. وبيكون فيكتور واقف بسلاحه، واول ما بيخرجوا بيقتل السواق، ورجاله انفولس بتعرف مكان فيكتور وبيجروا وراه، لكن فيكتور بيقدر يقتل اتنين منهم وبيهرب. وبنشوف باتريس وهي مستنيه فيكتور بالعربيه بتاعتها علشان تساعده، وبيتحركوا بسرعه، وبيقف فيكتور في المكان اللي دارسي طلب منه انه يقابله فيه، وبيمثل كانه مستنيه من بدري، وبيقول دارسي لفيكتور ان في قناص قتل رجاله انفولس، وبيكون في حد صور انفولس ولون، وبيطلب انفولس من دارسي انه يقتل المصور ده. وبعدها بيروح انفولس ورجالته لحد صندوق بريد، وبيخرج المفتاح اللي خده من لون، وبيفتح الصندوق وهو خايف، لكن بيلاقي الصندوق فيه لعب اطفال وتسجيل بصوت طفل صغير. بتروح باترس لفيكتور البيت علشان تديله السلاح بتاعه اللي سابه في العربيه بتاعتها، وبيحكي لها انه كان شغال مهندس وجيه امريكا مع مراته علشان يشتغل هنا، ودخلت عصابه في العماره اللي هو ساكن فيها، وه
وهددوا السكان وقتلوا بنته، واللي عملوا كده هما رجالة أنفولس، وكمان قتلوا مراته لما كانوا هيعترفوا عليهم في المحكمة، علشان كده هو عايز ينتقم منهم. وبينزل فيكتور لمكان أنفولس وعصابته علشان يحط لهم متفجرات في المكان، لكن بيوصل أنفولس وفيكتور بيمثل انه كان موجود من بدري مستنيه، وبيشوف فيكتور ان أنفولس عمل قفل جديد للمكان، وبيكلم واحد صاحبه اسمه جريجر وبيقول له ان أنفولس غير القفل وبيطلب منه يساعده. وبعدها بيرجع فيكتور للبيت وبيكلمه جريجر وبيقول له ان أنفولس حط جهاز تشويش في المكان، وبكده انت مش هتعرف تفجر القنابل بالريموت ولازم تفجرها من جوه المكان، فبيتضايق فيكتور. وبعدها بينزل فيكتور للمكان اللي فيه اخو إيلر وبيصوره علشان يبعت الصور والفيديو لإيلر، وبيقول له ان أنفولس هو اللي خطفه وحطه في المخزن عنده. ولما بيشيل الغطا من على عينه بيقول له مش انت المفروض مت مع مراتك، فبيتعصب عليه فيكتور وبيقول له ان هيقتلهم كلهم. وبينزل فيكتور علشان يبعت الصور والفيديو لإيلر عن طريق البريد، لكن دارسي بيرن عليه وبيقول له ان عايز يجي له بسرعه، فبيروح فيكتور وبيطلب من باتريس انها تبعت الصور لإيلر. وبالليل بيكلم فيكتور باتريس علشان يتاكد انها بعتت الصور، وبيطلب منها انهم يتقابلوا، فبتوافق. وتاني يوم بيكون فيكتور مستني باتريس وجايب لها هديه، لكن دارسي بيتصل بيه وبيقول له انه عنده معلومه جديده، وبيعرف ان اللي قتل بول اسمه كريك، وبنعرف ان ده هو اسم فيكتور الحقيقي. وبيروح فيكتور لباتريس وبياخدها بالعربيه، وبتقول له باتريس انها بتحبه، لكن بيقول لها ان خلاص قرب يموت ومش عايز من الدنيا غير انه يقتل اللي قتل مراته وبنته. وبيوصلوا لبيت الراجل اللي عمل معاها الحادثه، وبينزل فيكتور من العربيه وبيقتله قدام باتريس، وبيرجعها البيت وبيقول لها كده كل حاجه خلصت، وبيسيبها ويمشي، لكن بتكون باتريس حزينه جدا. وبيجي اتصال لأنفولس من دارسي وبياخده المقبره، وبيقول له ان قاعد يجمع الصور ويمشي ورا الرموز وتقريبا عرف يحل اللغز، وبيعرفه ان الحل في المقبره دي، وبيقول له ان المقبره مكتوب عليها اسم بنت وانها ماتت يوم 17/7، والكلام ده حصل من سنتين. وبيقول له كمان ان بكره 17/7 واكيد بكره هيحصل حاجه في المكان ده ليها علاقه بالرساله. فبيفتكر أنفولس اللي حصل مع عائله فيكتور، وبيكلم إيلر اللي قتل فيكتور وعيلته، وبيساله لو كانت العيله ماتت ولا حد نجا منهم. وبيكون الجواب اللي فيه صور اخو إيلر وصلوا مع ساعي البريد، فبيقبض إيلر عليه علشان يعرف مين اللي بيبعت الجوابات. وبعدها بيكون فيكتور قاعد في المخزن بتاع أنفولس ومجهز القنابل، لكنه قرر انه لازم يفجر هو القنابل بنفسه، وكده هو كمان هيموت معاهم. وبيفضل فيكتور مستني كتير قوي، لكن إيلر وأنفولس مش بيجوا، فبيخرج فيكتور علشان يكلم باتريس ويقول لها انت ما وصلتيش الظرف لإيلر، فبتقول له لا، فبيقول لها ليه، فبتقول له طيب ما انت ما قتلتش اللي عمل معايا الحادثه، وده لما بتشوفه باتريس وبتعرف انه لسه عايش. فبيتعصب فيكتور، فبتقول له انها ما عملتش كده علشان هي بتحبه وخايفه عليه. وفي الوقت ده بيكون دارسي وصل للمخزن بتاع فيكتور وعرف ان هو اللي بيعمل كل ده، وهو اللي قتل بول لما بيشوف الصور والخطط اللي هو حاططها في المخزن بتاعه. ولما بيروح دارسي الشقه عند فيكتور بيشوف باتريس وهي قاعده في شقته وبتكلم فيكتور في التليفون، فبياخد منها التليفون وبيقول له ان لازم يروح لأنفولس ويسلم نفسه او هيقتل باتريس. فبيقول له فيكتور انه بعته البيت عنده علشان ما يموتش مع أنفولس، وانه عايزه يبعد عن الموضوع، لكن دارسي بيصر على كلامه وبياخد باتريس لأنفولس، وبيكون معاه باقي الصور اللي كانت مع أنفولس ومع بول، ولما بيجمعها بتكون صورة فيكتور مع عيلته. وبعدها بيتصل فيكتور على أنفولس وبيقول له انه جاي علشان ينقذ باتريس. وبيدخل فيكتور بالعربية بتاعته في المخزن عند أنفولس وبيضرب عليه نار وبينفجر المكان، لكن محدش بيموت. وبياخد أنفولس باتريس وبيدخل بيها أوضة، ولكن دارسي ورجالة أنفولس عايزين يقتلوا فيكتور. وبيكون إيلر وصل هو كمان بيت أنفولس، ولما بيدخل إيلر الأوضة عند أنفولس وباتريس بتشغل باتريس الفيديو وبيسمع إيلر أخوه وهو بيقول إن أنفولس هو اللي خطفه، فبيتعصب إيلر وبيرفع سلاحه علشان يقتل أنفولس، لكن بيضربوا على بعض نار في نفس الوقت وبيموتوا هما الاتنين. وبيقدر فيكتور ينقذ باتريس وبيحاول يخرجوا من المكان، لكن دارسي بيهددهم بالمسدس، فبيقول لهم فيكتور إنه ما يقتلهمش علشان خاطر ابنه ومراته، وإنه مش عايزه يعيش نفس اللي هو عاشه، فبينزل دارسي السلاح وبيهربوا هما الاتنين من المكان. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناة، هتلاقي ملخصات كتير للأفلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ولو في أي فيلم عايزنا لخصه اكتبه في التعليقات، ومع السلامة.